وجعل لنا بيعمل الغيب على طاعة أيامه وجعل لنا من أمة سيد المسلمين المصحف يوم المحشر أعمل وأكثر على ما أعلى لنا من جميع عام وأشهد أن لا إله إلا الله هو عظيم الفضل والكرام وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العالمين والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما أعظم الله وكبر المكبر أما بعد فهذا يوم الوفاء يوم تناسب إخوانه وإسلامه اليتيم والإحسان على الفقراء والإحسان على فقراء والمساكين ليس العيد لمن توفى في الدعوة ولقص الصوت الجديد إنما العيد لمن أخلص لله العمر وخاف يوم الوعيد وليس العيد لمن أعطى والديه الشهادة اليوم المبارك السعيد إنما العيد لمن تام ولا يعود ليس العيد لمن يحفظ الناس على أمان وقرها بالصبر فلما اسلم وصلى المستقيم وبادر الخليل واخذ الموديه باليمين ناداه الجليل قد صددت الدنيا ان كذلك ذنب المؤمنين وفداه بقبر عزيز من الجنه فغناه الخليل واستغفر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله العالم وقال يا بابا بتقولي ناو ولا يصح إلا من النوم بالليل والبكار والغنم بشرط سلامتها من العيوب من العيوب العذرة والأمر ما ينقص اللحم والأفضل تقسيمها ثلاثا بين الصدقة والأجر والهدية وأول وقتها بعد صلاة العيد ومن ذبح تمرا فقد خالف السنة وآخر وقتها والغروب اليوم الثالث وكبر الله في أيام التشريق شبه الصلاة المفروضة مرة واجبا وجوبا وثلاث مرات استعفافا في العقيدة وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نحى النبي صلى الله عليه وسلم في قبحين اللهم يا قبحين ذبحنا بياتي شريفة المبارك وثم وكبر وادار الدار على سباعهما عباد الله رحمكم الله رحمة واسعة في الدارين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى أوان كريم ملك بر رؤوف رحيم.